تساوي 24. افتح السؤال. نفس ما حليته صحيح 100%. يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ بهذا السؤال عشان نخلص قبل الصلاة إن شاء الله، ما يعني ما نتأخر على الصلاة، بل كان 11 بنكون موقفين. هو إيش كان السؤال بحكي؟ بحكي عندي النقطة مثلا ألف إحداثياتها 6 و0، النقطة باء إحداثياتها 0 و4، كويس؟ وصلنا بينهم قطعة مستقيمة وجبنا الخط المستقيم اللي هو معادلته صاد يساوي 2 سين، كويس، اللي هو الأخضر هذا. وبده إياك معطيك إنه دال سين مثلا على دال نون، يعني معدل تغير الإحداث السيني فرضا 2 وحدة لكل ثانية. شو بده منك؟ بده إياك تطلع دال ميم على دال سين كم تساوي. مثلا ممكن أعطيك عندها سين تساوي أو عندها نون تساوي، اللي هو بعطيك إشي معين. أنا بيهمني صراحة العلاقات، بيهمنيش التفاصيل، يعني أقعد أحل بالسؤال للآخر. أنا بدي أركز على كيف علاقة، أجيب علاقة بين سين ومين، هي هاي النقطة. هاي النقطة شو إحداثياتها حكينا اللي فوق؟ هي سين وصاد، بس احنا بدل سين وصاد بعملها سين واثنين سين. انا دائما لما يكون عندي نقطة موجودة على منحنى اقتران ما بعملها سين وصاد، بعملها سين وصورتها اللي هي صاد حسب قاعدة الاقتران الموجودة عندي. فكانت المشكلة انه كيف بدي اجيب مساحة هذا المثلث. هاي النقطة، انه كيف بدي اجيب مساحة هذا المثلث. ايش حكينا عنه؟ مساحة المثلث بتساوي نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، بشكل القاعدة تبعتنا بنمشي عليها. بس هي طول القاعدة لو اعتبرنا هاي القاعدة اتوقع شو اللي بنجيبها. اذا المساحة تساوي نص ضرب الارتفاع اللي هو هذا الارتفاع الاسود اللي عامل عمود، اللي انا لونته هسه بازرق، هذا هو الارتفاع. طب قديش طول القاعدة؟ راح يكون المسافة بين النقطتين. إذا الألف با شو بيساوي؟ الجذر التربيعي لي، يلا نطبق القانون، 4 ناقص 0 لكل تربيع 16 زائد 36. 36 اللي هو قديش بيطلع؟ هاي 12 52. إذا الجذر 52 في الارتفاع. بس ظلت المشكلة كيف أجيب علاقة بين اللي هو ارتفاع يعني عين والمساحة اللي هو مساحة المثلث. هو أنا نشوف شكله كيف، يعني مثلا على الجبرة هون مسويه إنه هاي النقطة شو مالها؟ النقطة هاي نقطة متحركة، فهي لها معدل حركة، فمساحة المثلث بتتغير بناء على حركة النقطة هاي. آياتا لو سوينا هيك شو كيف بتغير مساحة المثلث بناء على تغير حركة النقطة اللي موجودة قدامنا. فإحنا بنشوف كم معدل حركتها، قديش معدل تغير المساحة. كان هيك السؤال بده. إيش اتفقنا عليه المرة الماضية؟ كيف بدنا نسويه؟ أنا انتبهت إنه مش مسجلينه هذا. بدنا نجيب عين بطريقة، بدنا نجيب علاقة لعين، يعني نكتبها بدلالة سين، لأنه هون ما في شيء اسمه عين. أنا بدي سين ومين بس، هذول المتغيرات تاعاتي. إيش حكينا بنسوي؟ بنجيب معادلة الخط المستقيم اللي هو ألف باء. كيف بنطلعها معادلة الخط المستقيم؟ بنجيب الميل. قديش بيطلع ميل الخط المستقيم هون؟ اللي هو 4 ناقص 0 اللي هو 4 على سالب 6 بيطلع 2 على سالب 3 او سالب 2 على 3. ونختار النقطة اللي هي 0 و4 اللي هي المقطع الصادي. اذا صاد تساوي سالب 2 على 3 س زائد 4. هيك راح يطلع شكلها. لو خلينا المعادلة بهاي الطريقة ما بنغير فيها، هي صاد تساوي هذا الكلام. الان لو بدنا نعملها بالصورة العامة او نضرب في 3 عشان نبسطها، انا بدي علاقة بين مساحة مين، عفوا بدي القانون البعد بين نقطة وخط مستقيم. إذا بدي أكتبها بالصورة العامة نضرب في 3، فبصير هون 3 صاد تساوي ناقص 2 سين زائد 12، ومنها 2 سين زائد 3 صاد
ناقص 12 يساوي 0، ومنها ألف تساوي 2، باء تساوي 3، وجيم تساوي سالب 12. وعندي النقطة اللي أنا بدي إياها اللي هي البعد عنها، إحداثياتها إيش؟ سين واثنين سين. إذا بروح نطبق قانون البعد بين نقطة وخط مستقيم، ذكرونا فيه إيش قانون البعد بين نقطة وخط مستقيم؟ اللي هو الارتفاع بيساوي مطلق ألف سين واحد زائد باء صاد واحد زائد جيم الكل على الجذر التربيعي لي، ألف تربيع زائد باء تربيع، ويساوي ألف أنا عندي قديش؟ اثنين. إذن هي مطلق اثنين سين زائد ثلاثة في اثنين ستة، ست سين، ضربت هاي في هاي، ناقص 12 الكل على الجذر التربيع إلى اثنين تربيع اللي هي أربعة زائد ثلاث تربيع اللي هي تسعة. إذا الارتفاع هون إيش راح يطلع بعلاقة بدلالة سين؟ كيف راح يطلع شكله؟ نبسطه بيطلع 5 سين ناقص 12، 8 سين آسف ناقص 12 على جذر 13. شو بنسوي فيه هذا؟ بنركبه مكان عين في اللي هي العلاقة الأصلية تاعت المساحة اللي هي هاي. المساحة بتساوي نص في جذر 52 في عين. إذا المساحة إيش راح تكون في هذه الحالة؟ نص في جذر 52 في 8 سين ناقص 12 على جذر 13. 52 هي لو اختصرناها إذا بنتذكر أنا كانت 13 أتوقع. لا 4. 5 على 2 فيها 2، 12 فيها 26، على 2 فيها 13. إذا هي 52 هي 4، يعني هيك الجذر 52 هي عبارة عن 4 في 13 هي 2 جذر 13. إذا المساحة راح تكون عبارة عن نص ضرب 2 جذر 13 ضرب 8 سين ناقص 12 على جذر 13. اختصر هاي مع هاي واختصر 2 مع 2، إذا صارت المساحة هي عبارة عن 8 سين ناقص 12. انتهى السؤال. إذا دال ميم على دال نون بيساوي 8 دال سين على دال نون، ودال سين على دال نون هو معطيني إياها. إذا دال ميم على دال نون بيساوي مثلا 8 ب 2 بيطلع 16 مثلا وحدة مربعة لكل ثانية. خلص السؤال. يعني هو الصعوبة فيه هون إنه إيش إحنا قاعدين بنسوي؟ استخدمنا عدة قوانين يعني يمكن الواحد ما يخطرش عباله من أول مرة يجيبها. في كمان السؤال هذا شلكوا حاطينه على الجروب، بدي واحد يحل لي اياه، انا مش عارف احله هذا. ايوه شباب، مين معاي؟ سيات هو معطيني انه طول الحوض قديش؟ 5 متر وعرضه متر اول ما بلش، لانه نص دائره هون، كويس، لانه هذا على شكل اسطواني، ومعطيني دال ح على دال نون بيساوي سالب 1.5 متر مكعب لكل ساعه. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. شو طالب مني؟ دال عين على دال نون. ايوه، عندما كان ارتفاع الماء عندما عين يساوي نص. يلا مين يسوي؟ فانت كان السؤال بده يقول اعطيني علاقه بين الحجم والارتفاع، اعطيني علاقه بين الحجم والارتفاع. هذا السؤال، حجم مين؟ حجم المي يعني. طب هي المي ايش حجمها؟ ايش راح نطلع حجم؟ كيف نطلع حجمها؟ هي ايش المي يعني اللي جوا؟ عباره عن ايش؟ نص اسطواني. اسطواني يعني راح يظل اسطواني. نص اسطواني.
مظبوط ولا غلطان انا؟ مظبوط. يعني انت هون ايش راح تسوي؟ راح تشوف ايش المي اللي بدها تظل. يعني انت هسه انت عندك هيك صاير الوضع، يعني لو نعمله على الواقف هيك، يعني هي لو كانت هيك اسطواني كامله، احنا نتخيل انها اسطواني كامله وبلشت المي تتسرب منها، فالمي هيك قاعد تنزل كل شوي قاعد تاخذ مكان، صح ولا غلطان انا هيك؟ مظبوط 100%. هسا احنا شو اللي صاير عندنا؟ صاير عندنا نص اسطواني هيك. طب سؤال، نص القطر بتغير ولا ما بتغير؟ المي اللي ما بتنزل نص القطر بتغير ولا ما بتغير؟ ما بتغير، لا ثابت. ثابت. اذا نص القطر هون ما راح يتغير معاك في نزول. هذا غير السؤال اللي كنتوا مودينه على الجروب. في سؤال ثاني شفته مودع على الجروب، انه يعني على شكل كرة كأنه شيء بتغير نصف القطر، لكن هذا نصف قطره بتغير ولا بيظل ثابت؟ لا بيظل ثابت. بيظل ثابت. اذا شو القانون اللي بتستخدمه؟ حجم الاسطوانة. ايوة، اللي هو باي نون قاف تربيع عين. لكن هاي احنا ناخذ حجم اسطواني كامل ولا حجم نص اسطواني؟ نص اسطواني. طيب هيك مظبوط كلامنا ولا غلط؟ مظبوط. طيب اذا هيك نص القطر معناته راح يصير ايش عندك هون؟ باي على اثنين عين. طيب اذا هيك سؤال بيصير تافه اذا هيك. والله خلنا نفكر فيها كويس. هذا الحكي صح ولا غلط يا جماعة؟ شاد وين النون قاف راح؟ أيوة أيوة يا ليث. طيب بصحصحوا يا جماعة، بصحصح فيكم وأنتم نايمين. هذا اللي كتبته هذا صح ولا غلط؟ اللي تحت لا غلط. كله غلط. كل اللي حكيته هذا كان غلط. طبعا. ليش؟ لانه اسيات المي اللي ما بتنزل زي هيك، هذا ببطل نصف قطر، هذا ببطل نصف قطر، ولا بصير نصف قطر تغير، هذا راح يتغير قيمته، راح يصير قل هون. هسه المسافه من هون لهون على الاسطواني راح تكون نفس المسافة، لما ينزل المي لتحت راح تظل هاي يعني متر، بدها تقل. إذا هاي نون قاف، راح تظلها نون قاف بس، يعني أو إشي ثاني، يعني راح تكون سين مالها كل شوي مالها بتغير قيمتها، ما راح تظلها نفس القيمة، ما راح تظلها نفس القيمة ولا لا؟ ما حليتوه انتوا هذا، حطيتوه على الجروب بس ما حليتوه. سؤال مش زي السؤال اللي اجى ب 2015. ايش كان سؤال 2015؟ ما بعرف شو سؤال 2015. الانبوب اللي فيه مي. ايوه. ناسيه والله بس مش متذكر. مش متذكر النص. مو نفسه الانبوب اللي فيه مي، مش يعني نصها، يعني في احنا وجد علاقه مش. بين اللي هي نصف قطر الاستوانة نفسه هيك تقريبا زيه، بس انه في مثلث قائم الزاوية رح ننزله. يعني احنا لو عملنا هيك لا هاي راح يطلع واحد. نصف القطر راح يكون واحد باستمرار. حسيات الارتفاع كل شوي قاعد بقل من هون. لو سمينا هاي مثلا عين، إذا هاي راح تكون واحد ناقص عين، هيك راح تسوي الترتيبات تاعاته. هسا شو العلاقة بين نصف القطر الأصلي اللي هو واحد وبين المسافة هاي؟ هاي بالتأكيد راح تختلف عن نصف القطر الأصلي، ولا راح تظلها نفسها؟ هاي مشكلة هنا، هنا المشكلة كيف بنفكر فيها هاي. اه
يعني هاي الأسئلة مثلا شايفين يعني شو الصعوبة اللي هون موجودة؟ الصعوبة الموجودة إني أنا مش عارف أفهم هل هاي راح تظلها واحد ولا راح تتغير؟ شو رأيك؟ طب كم راح تصير؟ هسه هيك نصف قطر. لو سميت هاي سين، إذا صار سين تربيع زائد واحد ناقص عين الكل تربيع بساوي نصف القطر تربيع اللي هو قديش؟ واحد تربيع. ومنها سين تربيع بساوي واحد ناقص واحد ناقص عين الكل تربيع. مظبوط ولا لا؟ هاي تكون مثلث قائم الزاوية. شايفين مثلث قائم الزاوية؟ إذا هذا مش نصف قطر، هذا راح يتغير قيمته عن نصف القطر الأصلي. لكن لو وصلت من مركز الاسطواني لوين؟ لطرفه هون اللي على الدائرة، معناته هذا راح يطلع طوله واحد. إذا تكون عندي مثلث قائم الزاوية، كويس، هذه سين اللي هي هاي، وعندي هاي واحد ناقص عين أو عين إذا بدكم تسموها بصير يعني ما بتفرق، وهاي واحد. هيك أنا كونت إيش؟ علاقة نصف القطر. طب سؤال الآن، إيش حجم الماء اللي قاعد بصير؟ يعني بنكتب القانون مرة ثانية، هل القانون هو حجم الأسطواني؟ ولا بتغير القيمة تبعته؟ يعني مش 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 باين وقاف تربيع عين. شو رأيكم؟ الشكل اللي بنحط فيه. ممتاز. طب ايش الشكل فيه. ايش الشكل اللي بنحط فيه؟ نص اسطواني. هسه هو كان نص اسطواني اول ما بلش. طب لما نزل ايش صار؟ مستطيل. مستطيل اللي فوق. احنا الحجم قاعدين بنحكي. ممتاز، برافو عليك، انت بتحكي كويس ترى. طب ايش حجمه؟ ايش راح يكون حجم الماء اللي بالاسطواني؟ طب لاحظوا انتم بعد شوي ترى يعني راح تصير اسطواني جديده الى مركز جديد والى كذا. طب هيك كيف نكتب العلاقه؟ طب احنا الحجم دائما كيف بنجيبه يا جماعه؟ الحجم بشكل عام كيف بنجيبه؟ مساحته قاعده الاتساع. ايوه، مين اللي حكاها هاي؟ مين اللي حكاها مساحه القاعده في الارتفاع؟ هسا احنا القاعدة تبعتنا راح تصير مين؟ المستطيل اللي هو هذا الوجه الفوقاني. في البداية راح تكون هذه عبارة عن مساحة القاعدة ضرب الارتفاع اللي انت بتنزل فيه. فالحجم في كل مرة راح يكون هي مساحة المستطيل الفوقاني ضرب الارتفاع اللي بنزل عليه. اذا هي عبارة عن مساحة المستطيل. طبعا المستطيل في اللحظة الاولى كان طوله واحد وطوله خمسة وعرضه اثنين، ساعتها بكون خمسة في اثنين في الارتفاع اللي هو عين اللي كان موجود، او اللي هو واحد اللي كان موجود. هذا اول ما بلش. طب لما بصير ينزل شو بصير؟ شو بصير الحجم؟ بصير خمسة، خمسة في، مو هذا راح يصير اثنين سين. لو فرضنا انه هاي سين، اذا هاي سين، اذا اثنين سين تربيع، لا اثنين سين يعني الطول في العرض في الارتفاع. هيك راح يكون شكله، مساحة القاعدة في الارتفاع اللي كان موجود فيه. ففي كل فترة، في كل لحظة راح يكون هيك شكله. مظبوط كلامي هيك ولا لا؟ والله ليش لا؟ هذا خبيث السؤال. غريب. لأنه طلع أنت هنا الخدعة اللي خدعك إياها أنك أنت راح تعتقد أنه الحجم هو حجم اسطواني. طب ما هي مش اسطواني اللي قاعد تتكون معاك. يعني احنا لو رسمنا شكل منها يعني جزء منها في لحظة معينة راح تلاقيه هيك صاير مستطيل طالع هيك وله ارتفاع لتحت. فانت بدك تعرف حجم الجزء هذا
بهمكش انت شكل الاصلي اللي كان موجود فيه، فالحجم شو ماله قاعد بتغير، ما هو يعني نوعيته قاعد تتغير. فانا راح امشي على القاعدة الاساسية اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع، على اعتبار انه القاعدة مستطيل والارتفاع اللي هو اللي كان نصف قطر وصار ينزل صار يتغير. اتوقع هيك بكون نحل السؤال بالبساطة هذه. ودائما اللي يطلع معاكم يعني هنا جزئين، ما تفرض كلها سين، افرض نصها سين والنص الثاني سين، عشان ما يطلع معاك انصاص، يطلعش معاك علاقات فيها انصاص. يعني هي فكرة مش ضروري نعلق عندها. طيب خلينا نشوف هالامتحان هذا على السريع، نموذج نشوف هيك نتفرج على هالأسئلة. يلا اسأل، خلينا نأخذ أسئلتكم أحسن من هيك، طول بالك بس نفتح صفحة جديدة. لا لا بس علي صوتك، علي صوتك مش سامعك. في سؤال أنا شفته يعني مش عارف كيف حله. يلا احكي. كيف أكبر ممكن؟ أكبر إيش؟ حجم ممكن. حجم ممكن، ايوه. الجسم الناتج، الجسم الناتج من دوران هيك. راح صوتك دوران قوي. محمد عيد السؤال، جد أكبر حجم ممكن للجسم الناتج من دوران مثلث، أيوة، متساوي الساقين، متساوي الساقين محيطه، أيوة، 40 سنتيمتر. هذا أجب 99 هذا. طيب حول قاعدته، حول قاعدته دورة كاملة، دورة كاملة. طيب خلينا نرسم شكل نفهم ايش اللي قاعد بصير. لو تخيلنا انه انا عندي محاور احداثية، هاي محور الصادات وهاي محور السينات، تمام هيك. الان شو بدنا نسوي؟ بدنا نرسم مثلث متساوي الساقين، كويس، محيطه 40، وبنطلع حجمه الدوراني. كيف يعني؟ يعني بدي ارسم زي هيك خط، يعني مثلث متساوي الساقين، بدي ارسم مثلث متساوي الساقين، هاي قطعة مستقيمة هيك وهاي قطعة مستقيمة هيك. هذا محيطه قديش؟ محيطه 40. ممتاز. ايش يعني 40؟ طب هذا بيساوي هذا، حكى لي انه هذا بيساوي هذا، مظبوط؟ مظبوط. طيب لو فرضنا انه طول ضلعه سين، اذا هذا طول ضلعه سين. لو فرضنا انه هاي صاد، اذا كمان هاي صاد. تخيلته هيك انا، يعني انه هاي اثنين صاد القاعده. هسه محيط المثلث هذا محيطه قديش؟ بيساوي 2 سين زائد 2 صاد ويساوي 40، ومنها سين زائد صاد يساوي 20، يعني صاد بيساوي 20 ناقص سين. هذا محيط المثلث، انا استفدت منه بالمعلومه هاي. احنا بدنا اكبر حجم ممكن للجسم الناتج من الدوران. طب وايش الجسم الناتج من الدوران؟ انا مش عارف شو الجسم اللي بده ينتج. انا الجسم اللي بده ينتج طلع كيف بده يطلع شكله. هسه هذا لما يلف دوره كامله، هذا كان اسمه حجم الدوراني هيك، هذا راح يعمل زي دائره بالقاعده زي هيك مخروط. بالضبط، يعني كأنك بدك تجيب حجم المخروط اللي هيك شكله. هذا هو الجسم الناتج من الدوران، بده يطلع مخروط، كويس.
هذا المخروط قديش نصف قطر قاعدته؟ صاد. وقديش ارتفاعه؟ ما بعرف. فيثاغورس سميه عين، هاي سموه عين، اذا عين تربيع زائد صاد تربيع يساوي سين تربيع، مظبوط ولا لا؟ ومنها عين تساوي سين تربيع ناقص صاد تربيع تحت الجذر، مظبوط. اذا هذا ايش بده يكون؟ العين بده يكون الجذر التربيعي لسين تربيع زائد صاد تربيع، مظبوط كلامي هيك؟ نعم. ناقص، اسف، ناقص. يلا كملوا. بدنا نجيب حجمه، اذا الحجم بده يساوي ثلث باي نون قاف تربيع اللي هو صاد تربيع في عين تربيع، في عين، اسف، في عين ناقص صاد تربيع، مظبوط هيك؟ مظبوط. طب احنا طلعنا هون العلاقه بين سين وصاد، طب انا بدي صاد تربيع ولا ابدل سين تربيع اسهل؟ لا والله ببدل سين تربيع اسهل، لانه انا صاد راح ابدل كثير، فخلي سين تساوي 20 ناقص صاد. اذا سين تساوي سين تربيع تساوي 20 ناقص صاد تربيع، اذا راح يصير الحجم يساوي باي على 3 صاد تربيع في الجذر التربيعي لي 20 ناقص صاد الكل تربيع ناقص صاد تربيع. خلص هاي العلاقة، اشتق سويها بالصفر وحل المعادلة وتنتهي المسألة. هذا جابوه يعني مش نفسه، جابوا زيه بالتسعة وتسعين، وكان من الأسئلة الصعبة يعني، هذا صراحة يعني فكرته مش سهلة يعني. غيره اللي عنده سؤال باخذ منه، ركزوا على المعدلات المرتبطة والقيم القصوى. نشوف هون، أنا فاتح كنت على موقع الأوائل في دوسية هون، يعني في أسئلة كثير يعني، بس كلهم تقريبا يعني أفكار مكررة. هاي من ثانوية إربد، تعيش إربد، أستاذ ناصر ذينات، أسئلته حلوة واختياراته ما شاء الله رائعة، بيختار أسئلة حلوة. شوف أنا بقول لكم لا تتطرفوا في البحث عن الأسئلة، لأنه أقول لك لو جاب لك فكرة ما بتعرفها راح تظلك ما بتعرفها، فأنت بتحاول فيها يعني، مش شرط أنك تكون تعرفها كاملة يعني. يعني هذا سؤال توجيهي سابق، هذا موجود في الكتاب أصلا، يعني موجود عندكم في الكتاب نفس السؤال. يلا شباب، في حد عنده سؤال ولا نحط على امتحان هيك نتدرب عليه على السريع؟ نهاركم نايمين. شوف اوجد ابعاد اكبر مستطيل يكون رسمه داخل دائره نصف قطرها نون قاف على ان يقع راساني من رؤوسه على قطرها. الكتاب موجود زيه كل، يعني بقول لك الامثله هاي يعني كثير مكرره، كل الموجود زين في الكتاب. تعرف انت لو تحلوا اسئله الكتاب بكفينا والله، تقريبا ما بيطيروا عنهم، ما بيبعدوا عنهم، بيحاولوش يعقدوا يعني، ما تأكد تماما ما راح يكونوا ميالين انهم يعقدوا الأسئلة. فأنتوا مثل ما بيقولوا اللي عنده قدرات ما شاء الله ممتازة بيقدر يفكر، بيقدر يطلع أي سؤال يعني، بيقدر يحل أي سؤال. المهم تكون أنت إيش
مثل ما نقولوا مخك هيك مرن يعني. طب شوفوا هذا النموذج، خلينا نمشي عليه على السريع هيك مرور سريع، نشوف اللي أسئلة اللي سهلة بنمشي عنها. هذا الاختيار متعدد. السؤال الأول مين يجاوب؟ بيطلع صفر ألف. حسبتها؟ لأنه ها فتحة ما هي صفر. كيف؟ لا 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 لا، فكرت اثنين طلع فيه جتة. إذا لا تستعجل، أسئلة الموضوعية لا تستعجلوا فيها. طب إيش القانون؟ خلينا نتذكر القانون. طبعا أنت لازم تجيب، لازم تجيب قاف فتحة سين اللي هو جتة سين، وها فتحة سين اللي هي عبارة هاي تساوي هاي، مش ناقص بيساوي سالب اثنين جيب سين، صح؟ فقاف من بعدها ايش راح تطلع معاك؟ قاف فتحة ها السين اللي ها فتحة او عفوا خربطت انا في الكتاب، قاف فتحة لها السين او ها باي عثنين لها فتحة للسين هيك، ضرب ها فتحة لباي عثنين. احنا باي عثنين عشان على طول، ها باي عثنين شو راح تطلع معاك؟ راح تطلع واحد اثنين. راح تطلع واحد يعني سالب اثنين. اذا قاف فتحة سالب اثنين ضرب ها فتحة الباي عثنين غلطت انا هون، هاي صفر، اسف هاي صفر، كلامك صح، بتطلع سالب اثنين، بتطلع سالب اثنين وهون سالب اثنين صح؟ انا خربطت في هذيك، ايوه هسه قاف فتحة صفر بدك تعوض هون صفر في قاف فتحة، يعني جت الصفر قديش جت الصفر؟ واحد، واحد وسالب اثنين سالب اثنين. يلا اللي بعديها حليتوها بين مربعين، ايوه يلا سوي فخ بين مربعين، 2 س زائد 1 ناقص 5 2 س زائد 1 زائد 5 على س ناقص 2 ايوه يصير 2 زائد ناقص 4 هون 2 س ناقص 4 يعني خذ 2 يعني س ناقص 2 على س ناقص 2 راح ما راح ايوه عوض هون 2 4 زائد 6 10 10 20 20 20 يلا اللي وراها. اذا كان متوسط التغير، متوسط التغير اللي هي معدل التغير، انتم في الكتاب حاطين مصطلح معدل التغير، انا مش عارف منين جابوها هاي، بس هي متوسط التغير. يلا يساوي 4 يعني دلتا صاد على دلتا س بيساوي 4. عندما تغير سين من سين واحد إلى دلتا سين اللي بتساوي واحد، فإن قيمة سين واحد تساوي مين سواها؟ أعطينا الخطوات، أعطينا الخطوة بنحل مع بعض عشان ما يطلع إشي غلط. هسا دلتا سين شو هي؟ دلتا سين شو هي؟ سين اثنين ناقص سين واحد يساوي واحد، مزبوط؟ مظبوط. طيب بعدين بنحط اللي هو قانون متوسط التغير او المعدل التغير، ايوه دلتا صاد على دلتا سين، نشتغل على سين واحد بس لانه سين اثنين مش موجودة عندي، فبقول اللي هو قاف سين واحد زائد دلتا سين ناقص قاف سين واحد على دلتا سين، بشكل قانون. هسا دلتا سين عندك بتساوي واحد، اذا هاي واحد خلص انسى لي اياها، وها شو راح تصير هون؟ قاف سين واحد زائد واحد، مش هيك؟ وها تساوي أربعة، عوض هون راح تصير سين واحد زائد واحد الكل تربيع ناقص سين تربيع تساوي أربعة، يعني سين واحد هون، يعني سين واحد تربيع زائد اثنين سين واحد زائد واحد ناقص سين تربيع تساوي أربعة. اختصر هاي الحالة. نعم. اثنين.
وين اثنين. وين اثنين؟ اه ناقص اثنين. أنا والله نسيت اثنين بالمرة، انا مش شايف اثنين بالمرة اصلا، انا قاعد بحل عزيمة تربية. طيب بنحط ناقص اثنين، ما في مشكلة. اذا هون راح تحط ناقص اثنين، وهون راح تيجي زائد اثنين، وهي اختصرت، تزعلوش. هي راح تروح اثنين اصلا. هو انا بتعرف عارف انها راح تروح اثنين، تعرف ليش؟ لانها ثابت، معدل التغير الثابت صفر. معدل التغير اللي اختارنا الثابت صفر. فلانه موضوعي خلص بمشيها. يلا شو طلعت معاك هيك؟ 2 سين 1 تساوي 3، اذا سين 1 تساوي 3 على 2. يعني دال. اه يعني هو بجوز الاستاذ مخربط بال، ترى هذا مش مجرب يعني، انا يعني مجرب فيه. يعني الاعداد مش مجربة. المهم فكرته بسيطة يعني. اه فكرته بسيطة. طب هاي، هذا اللي كانوا يحكوا لي على لوبيتال. يعني هاي مثلا لو استخدمت لوبيتال ممكن. بس ايش لوبيتال؟ ذكرونا ايش لوبيتال؟ مين بيعرف لوبيتال؟ اشتقاق البصمة، اشتقاق المقام. بالضبط، بس لازم شو الشرط؟ مش عارف. التعويض لازم يكون في البص صفر والمقام صفر. اه اوكي. اه انتبهوا، مش انه يعني بس اطلع هاي بروح بعمل لوبيتال. لا، بدك بالاول تتاكد انه بتطلع صفر على صفر ولا لا. يلا هات نشوف بتطلع صفر على صفر ولا لا. اقسمها على سين وخلص. نعم؟ اقسمها على سين. يا سلام عليك، يعني بتقدر تحلها باكثر من طريقه. هو على سين. لو قسمنا على سين هون، وقسمنا على سين هون، وقسمنا على سين هون، خلصت المساله. اذا صارت ثلاث ناقص ثلاث ناقص على اثنين بطلع صفر، خلص انتهى السؤال، اللي هو شر الفيلم كله. يلا اللي بعدها. عمو فيد ثلاث ناقص واحد بس صفر واحد. اه هاي واحد. اه اسف، انا ليش رحت على ثلاث؟ اه هاي ما هي راحت السين. اه انا مش ولا شفت السين كلها حتى. هاي واحد مزبوط، ثلاث ناقص واحد اذا بيطلع واحد. يلا طيب اللي بعديها، اذا كان قاف س يساوي هذا الاقتران فان قاف فتحه تساوي كم؟ غير موجوده. ليش؟ لانه الاقتران الدرجي لما تعوض فيه ثلاث تطلع رقم صحيح. في مشكله، بس في عندي مشكله واحده يا هشام. هشام في عندي مشكله واحده، انه مضروب في س فبخوف. هذا لو كان الدرجة لحاله مكتوب، اه كلامك صح. لو كان الدرجة لحاله مكتوب برد عليك. ايوه. لكن لما يكون مضروب في سين ولا بسين تربيع ولا بشيء ثاني، لا. اشتغل على الطريقة اللي تعلمناها، اعادة التعريف. ابحث اتصال ثم جاوب، يعني بجوز يطلع غير موجود، ما بعرف. خلينا نعيد تعريفه عند الثلاث. الثلاث نقطة تشعيب ولا لا؟ اه نعم، نقطة التشعيب تعطيك عدد صحيح. كم طول الدرجة؟ ثلاث. اذا هنا ستة وهنا صفر. مظبوط، زدنا ثلاث ونقصنا ثلاث. بدي اشوفه من اليمين ومن اليسار انا. طيب هسه لو اخذنا مثلا عدد بين الصفر والثلاث واحد مثلا. اثنين ناقص ثلث. واحد وثلثين، اذا هنا واحد. وهنا شو راح يطلع على اليمين؟ صفر. مظبوط؟ مظبوط. اه طيب هسيات انت بدك تشوفه، بدك تضرب في سين. لما تضرب في سين راح تطلع هاي صفر، وهاي راح تطلع سين، اذا هو غير متصل، اذا غير موجود. صح. عرفت يا هشام وين انا وقفت علقت ليش هنا؟ لاني خايف مثلا لما تيجي تحط سين تضرب يطلع اللي على اليمين زي اللي على اليسار. ايوه ساعتها بيطلع متصل، بدك تشتق وبعدين تتاكد انه مشتقة اليمين مش نفس مشتقة اليسار. هاي ممكن تكون خدعة. انا سامحوني انا بغلط بالحسابات صحيح، لكن عند هذول الاسئلة عيني حساسة كثير، بوقف صح. إذا كانت النقطة واحد واحد نقطة انعطاف، شو فهمت من هاي الكلمة؟ مين يترجم لي اياها؟ يعني قاف فتحة
فتحتين الواحد صفر. ممتاز. أو غير موجود. لا صفر، خلينا على صفر إحنا هسا. ماشي. وقاف الواحد بتساوي واحد. أنا عرفت معلومتين من هالكلمة بس. طيب قاف فتحة سين بتساوي هذا الكلام، جد ثابت حيث لام ثابت، بدنا الثابت لام قديش؟ بشتق المشتقة الثانية وبعوض واحد وبساويها بالصفر. بشتق المشتقة الثانية؟ قصدك يعني هاي اجيب قاف فتحتين قصدك؟ شو المشتقة الثانية؟ 12 سين تربيع ناقص 2 لام سين. طيب بعدين بعوض واحد، بعوض واحد قاف فتحتين الواحد بساوي 12 ناقص 2 لام تساوي صفر. نحل السؤال. 2 لام بساوي 12، لام بساوي 6. ألف. هاي كمان صح. يلا اللي بعديها. إذا كان قاف متصلا عند سين يساوي 3 والنهاية لقاف تربيع بتساوي 49 وقاف الثلاث بيساوي 3 باء ناقص 2 فإن قيمة باء تساوي. هذا الأستاذ خالد يعقوب ترى جاري. بقول 3 باء ناقص 2 يساوي 7. 7 منه بتطلع كأنه 3. طب ليش مش سالب 7؟ ليش مش سالب 7 طيب؟ ما هو انت عندك هون بتعوض 3 صح؟ فبصير قاف تربيع 3 تساوي 49، يعني قاف بتساوي زائد او ناقص 7. دير بالك تحط القيمتين في بالك. فيش أيوة مؤشر أيوة. فيش مؤشر انه دائما موجبي يعني ليش؟ ايوه قاف الثلاث تساوي هذا الكلام. اذا 3 باء ناقص 2 تساوي 7. اذا 3 باء تساوي 9، اذا باء تساوي 3. طيب لو حطيناها العكس 3 باء ناقص 2 تساوي سالب 7، إذا 3 باء تساوي 5 سالب 5، إذا باء تساوي سالب 5 على 3. فالإجابة هون طبعا حسب ما هو طالب كأنها راح تطلع اللي هي 3 إذا حساباتي صحيحة، ما غلطتش في الجمع والطرح أنا. لكن ممكن يكون في إجابة ثانية اللي هي 5 على 3 أو سالب 5 على 3. طب سؤال، لو حط لك الإجابات مثلا 3 فقط سالب 5 على 3 فقط، 3 وسالب 5 على 3، 3 أو سالب 5 على 3، شو بتختاروا؟ 3 وسالب 5. لا أو، ما تحطش و، حطوا أو لأنه هي زي اتحاد يعني، هي ثنتين صح يعني. طيب 8، معدل تغير حجم كرة بالنسبة إلى طول نصف قطرها عندما يكون طول نصف القطر 5 سنتيمتر يساوي حجم الكرة شو هي؟ 4 3 باي نون قاف تكعيب. معدل تغير حجم الكرة بالنسبة إلى طول نصف القطر عندما يكون طول نصف القطر 5، إذا دال حاء على دال نون قاف يساوي 4 باي على 3 في 3 نون قاف تربيع. نكتب هون في دال نون قاف على دال نون؟ لا لا، لأنه بده بالنسبة لنصف القطر. إذا خلص انتهى، وتعويض مباشر وحسابات خلص ناجيها. دال دال خلص على ذمتك. اللي بعديها بده قيمة ميم التي تجعل الاقتران مقعرا لأسفل. والله شوف انا بفكر فيه بطريقه مختلفه صراحه، ولا بشتق ولا عبالي. هذا مش تربيعي؟ تربيعي. اذا بدك معامل سين تربيع يكون سالب، خلصنا. بقدر افكر فيه هيك ترى. مضبوط. اما متى بشتق وبلجأ للاشتقاق؟ لو انه انا فنان في السؤال حطيته تكعيبي، ساعتها بدك تضطر تشتق او تعمل اللي هي عمليات حسابيه. لكن انا ممكن احلها هيك انه 6 ميم ناقص 2 لازم تكون اقل من صفر، يعني 6 ميم ناقص 12 اقل من صفر، يعني 6 ميم اقل من 12 يعني ميم اقل من 2. يعني ايش يعني ميم اقل من 2؟ يعني
يعني من سالب ما لا نهائي إلى اثنين. بس بدون مغلق يساوي. ولا مفتوحة الاثنين؟ لازم تكون مفتوحة. باء الإجابة باء. سالب ما لا نهائي إلى سالب اثنين. شكله مش عارف السالب ما لا نهائي على الكمبيوتر. سالب هي اثنين اثنين. هي سالب ما لا نهائي إلى اثنين. بضبط على المميز. بضبط على المميز. إيش بدك تجاوب المميز؟ بعوض باء. طيب وبرضه بعطيه لا يساوي صفر. لا أقل. مش لا يساوي صفر، بدك اياه اقل من صفر. لحظه 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 لا 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 ما لوش دخل المميز. طولي بالك خربطينا انت. المميز المميز له دخل بجذور الاقتران، ما لوش علاقه بانه مفتوح لاعلى ولا لاسفل. المميز ما له دخل في الموضوع. معامل سين تربيع هو اللي له دخل في الموضوع. هذا السؤال مش توجيهي. هذا تتحرك نقطة مادية على خط مستقيم فإن المسافة المطلوبة عندما تنعدم عندما ينعدم التسارع. سهل يعني بستقل التسارع وبسويها بالصفر. ماينون باور خلاص مباشر معناته بصير هيك. يعني بيجيبوا في التوجيه أسئلة زي هيك؟ لا بلا بجيبه بجيبه والله بجيبه والله بجيبه اشياء سهله جدا مباشره وبنلاقي الغلطات فيهن. ديروا بالكم انتوا قاعدين بتركزوا على الصعب، بكره بتنصدموا انه بتغلطوا في السهل. ركزوا ركزوا زي حالاتي انا، وانا بجمع بغلط وانا بجمع قاعد بغلط في الجمع. طب مبروك لك علامات. بس لما اروح امتحن ما بغلطش، لو اني في الامتحان ما بغلط بكون دقيق كثير. هذا سهل، هذا بدك مرافق تربيع ومرافق تكعيل وبتحلي. في ناس بيحلوه على اضافه والطرح في يعني اي طريقه، المهم انك هذا سهل بدناش نحكي عنه. طب اللي تحته تربيع زائد جيب تربيع. انتبهي مش جتا تربيع زائد جيب تربيع، هي سالب جتا تربيع زائد جيب تربيع. ركزي لان هاي لو انها زائد، لو ان هاي زائد بتحطي واحد بصير، بس هاي مش زائد فهي اصلا. هاي لو بتطلعي عليها مظبوط تقدر تاخذ السالب عامل مشترك. سالب جتا الاثنين سين. جتا تربيع سين ناقص جيب تربيع سين، هي هيك اصلا. او ثلاثة سين هي صح؟ ثلاثة سين. جتا ستة سين. جتا ستة سين بالضبط. يعني هاي بقدر اشطبها هيك كلياتها واحط مكانها جتا ستة سين. مظبوط. طب بعدين؟ بضرب مرافق تربيعي. بضرب مرافق تربيعي، شو رايكم؟ ولا طويلة؟ طويلة. يعني أنا بفكر بشيء أبسط من هيك. هسه هي بتطلع صفر على صفر أول شيء، خلينا نتأكد. صفر، مزبوط. بيطلع واحد ناقص واحد على صفر، مزبوط. شو رأيكم؟ أنا ما حليته ترى، هذا زيكم قاعد بفكر فيه زيكم. بس أنا يعني برش على المرافق التربيعي مباشرة قبل ما هيك أجرب لي حركة قبل ما أروح على المرافق التربيعي. لا لو فصلتي ما بتستفيدي، لأنه هاي بتعطيكي واحد وهاي بتعطيكي واحد، الفصل ما له معنى هنا. طب بشتغل ليش جوا الجذر؟ إيش بدك تشتغل؟ ايش بدك تسوي جوا الجذر؟ يلا احكي لي. هذا حلو السؤال. بعمل تطابق ضرب جاب مرتين، يعني جاب 2 ضرب جاب 2. اني واحده قصدك اللي جوا هاي؟ عن جاب الاربعه.
لا شو هاي ايش بدك تسوي فيها؟ هاي اذا بتعمليها بتصير هيك 2 ج ب 2 س ج 2 س هيك بتصير. بعدين بفك الجذر بحاول يعني بحاول ابسطها اكثر حتى تنحن. كيف بسطيها؟ مو في عندك المشكله زائد واحد. المشكله عندك في زائد واحد. لا يعني انت على حسب كلامك بدها تصير هيك 2 س جيب 2 س جت 2 س زائد 1. شو بدك تستفيدي من هاي؟ انا مش شايف انها فادتني. اذا شو نروح يا ليث؟ ليث اللي بيفزع لنا. مرافق. مرافق. خلينا على المرافق، اتوقع بتنحل على المرافق. بس يعني دائما الواحد مش غلط يعني يجرب له هيك شويه يشوف يعني بلكي مثلا متطابقه زبطت معاك وخلصت لك السؤال. المشكلة بالوقت محدود، واذا بدي افكر بخلص امتحان السنة. ما لناش دقيقة يا بنت الحلال، اخذناش دقيقة. يعني هالمحاولات هذولا شو خسرنك؟ ولا شيء. ولا شيء. يعني انت حطيت ببالك من البدايه، انت اول ما بلشنا وشفتوها شو قلتوا؟ مرافق. قلتوا ضرب مرافق، واتوقع كلكم انتبهتوا للحركه هاي تاعت المتطابقه ومن السوالف هاي، صح ولا لا؟ شو ظل علينا اذا؟ ظل نسوي ضرب المرافق، فانا قلت بدل ما نروح على ضرب المرافق مباشره خلينا نجرب لنا شوي، طلعت بالضبط معانا، جربوا ضرب مرافق. وبرضه انا مش ضامن ترى ضرب مرافق ممكن ما يحلها. بدكم تجربوها. طب اللي بعديها في حدا عنده الماوس ماخذ الكنترول؟ يا جماعه اللي بعديها ايش؟ طلع الصوره اول شيء. ايوه بنعيد التعريف. التعريف الصحيح من 1 لـ 3 كيف يعاد تعريفه؟ هلا هو عند 3 من اليسار. هذا مطلق ولا اكبر؟ هذا الصحيح هون صحيح. استاذ ليش بنعمل هيك اعاده تعريف؟ ليه ما نعمل مثلا ناقص واحد وزائد من اليسار ناقص واحد من اليمين؟ لانه عندك 2. لحظة اقول لك ليش. لانه 2 نقطة تشعيب مش مبينة قدامك هون. انت بدك تبحثي. هو بده بس عند 3. لو حكالك ابحث الاتصال على على مجاله 2 بيكون خدعة. احنا طبعا لانه السؤال عند 3 سهل، فهو اصلا هنا مجزأ، يعني المفروض يكون مجزأ من 1 لـ 2، 2 لـ 3، وبعدين من 3 لـ 10. فهذا ممكن عند 3 يكون بسيط الامور، لان انا بدي بس يسار 3 ما بدي يمين. بالضبط، هو هون بيكون بسيط جدا اعاده التعريف. لكن لو غيرنا السؤال ابحث اتصال على مجاله صار طويل السؤال، صار مضطر اعاده التعريف الكامله هون. يعني هون لو بدي اعيد تعريفه على كلامك بسهوله خذ شيء اقل من 3، يعني بين 2 و3 مثلا 2.5 صحيحة 2، اذا هاي 2، اذا هاي 6، خلص نحل السؤال. على يسار 3 بس انا بحكي بالنسبه ليسار 3. خلص نحل السؤال. تعويض هون وتعويض هون وبنشوفه متساويات ولا لا وبنجيب قاف وخلصت المساله. لكن لو قال لك ابحث على مجاله لا، بدك تعملي اعاده تعريف كامله. لا لانه 2 هون مش مبينه قدامك في السؤال اصلا. طيب اللي بعده، ما مساحه المثلث المكون من المماس من النقطه والعمودي على المماس؟ هذا في الكتاب هذا. باستخدام تعريف المشتقه انه عامله حاصل ضرب. تعرفوا تحلوه هذا؟ إضافة وطرح. بالضبط 100% لازم يكون إضافة وطرح لأنه ضرب.
هذول اتوقع بسيطات. ايش يعني الفترة الزمنية اللي تكون فيها سرعة الجسم سالبة؟ يعني بساوي عين النون اقل من صفر بالضبط، وبدرس الاشارة في بالكتاب زي هيك مليان كله زي بعضه. طب تعال اثبت هذا، يلا خلينا نشوف. تعال اثبت. يلا جيب صاد يساوي جتا اثنين سين، اثبت ان صاد فتحة تربيع يساوي اربعة. شو مشتق جيب صاد؟ صاد فتحة جتا صاد، صاد فتحة هيك جتا صاد في صاد فتحة يساوي اثنين سالب اثنين جيب اثنين سين. جيب الاثنين سين. طيب هاي هو صاد فتحة بده، بده صاد فتحة تربيع. اذا صاد فتحة لحالها ايش بتساوي؟ سالب اثنين في اثنين جيب سين جتا سين على جتا صاد، ولا استفدنا اشي هيك؟ بدي تربيع مزبوط؟ لو ربعنا عديها الثانية قبل ما ننقل احسن. طيب زي ما بدك ولا لا؟ بفرقش بفرقش، بصير جتا تربيع صاد، صاد فتحة تربيع يساوي أربعة جيب تربيع اثنين سين، صح؟ صحيح. كمل. صاد فتحة تربيع بتساوي أربعة أربعة في جيب اثنين اثنين وتحولها جيب سين جتا سين الكل تربيع على جتا تربيع صاد. صاد بس انه هون هو الزاوية اثنين عند الجتا، فلو خليها زي ما هي احسن. طيب ولا لا؟ والله بجوز كلامك صحيح، انا جربت هيك قلت بلكي اشي مثلا اعدل مع اشي، شكله مش راح تزبط. خلي هاي تربيع هيك. لا خلينا نشوف. بقدر احكي أيوة. بقدر احكي جتا تربيع اثنين سين نفسها واحد ناقص جتا تربيع اثنين سين مرة ثانية؟ هذه يكون غلط. هلا جيب اثنين سين كل تربيع هي نفسها واحد ناقص جتا تربيع اثنين سين. بالضبط، يعني هاي جتا تربيع اثنين سين هي واحد ناقص جتا تربيع اثنين سين. طب ما هي جتا اثنين سين هي جيب صاد، اذا هي واحد ناقص جيب تربيع صاد. ايوه صح. خلص خلص السؤال اللي هي جتا تربيع صاد، فصار جتا تربيع صاد مع جتا تربيع صاد شطبط بصير واحد. 90% من الاسئله مثل هيك بترجع للاصل بتلاقي بتبدله بيطلع معك الحل. طب خل نروح على الرسمه، نروح تعال الرسم هذول من تاع هاي اللي فيه رسمه المنحنى، هيا تباع قاف فتحه حيث قاف كذا معرف قيم سين الحرجه مجالات زائد تناقص لقاف، طبعا كله لقاف. شو الحرجات؟ الاثنين واربعه عند سين يساوي اثنين وعند سين يساوي أربعة. أيوة احكي. وأطراف الفترة خمسة وواحد. إذا واحد واثنين وأربعة وخمسة. كمل. مجالات تزايد التناقص من واحد لاثنين متزايد. ومن أربعة لخمسة كمان متزايد. لحظة، هون من موجب. اثنين هون موجب، هون سالب، هون موجب. هون موجب. متزايد، متناقص، متزايد، خلص نحل السؤال. طيب اللي بعديها. في واحد من الشباب طالب على هذا تاع المنشور الرباعي اللي داخل مخروط. أتوقع حليناه بفيديو سابق. وحلو بعدين في الكتاب، هو سؤال في الكتاب، مثال في الكتاب. يلا هذا السؤال. أكيد رح نقسم لمثلثين نفس الكتاب. يلا اقسمي. طيب
با جيم يساوي با واو. با جيم يساوي با واو. هاف قد هاف. إذا هاي 45 وهاي 45. هاي 45. طيب. وكان كل من با جيم يتمدد بمعدل، خلينا نسميه هاي سين وهاي سين. إذا دال سين على دال نون بيساوي نص. جد معدل تغير في قياس الزاوية باء ألف واو، باء ألف واو اللي هي خلينا نسميها يعني بده دالها على دال نون. على دال نون. أيوة عندما باء جيم يساوي 10. عندما سين يساوي 10. إذا السؤال بدك علاقة بين سين وها. هسه طلع اللي هو الضلع هذا اللي هو با واو. حلو. عن طريق قانون جيب التمام. عن طريق إذا غوص. لا يا حبيبي. إذا غوص. راح نعمل حركتين، راح نعمل حركتين. راح نسوي في إذا غوص المثلث القائم وراح نسوي قانون جيب التمام للمثلث اللي مش قائم ألف با واو. يعني با واو تمام راح نطلعه مرتين. مرة راح نقول با واو يساوي الجذر التربيعي أو با واو تربيع، بالناس جذر تربيعي بخوف الجذر التربيعي، بيساوي اللي هو 100 اللي هو 10 تربيع زائد 400 ناقص 2 في 10 في 20، 2 في 10 100، 2 في 10 20 عفوا 400 في جتها، يعني بيساوي يعني با واو تربيع 500 ناقص 400 جتها. هاي اول معلومه. نفسه با واو تربيع بيساوي 2 س تربيع. اذا 2 س تربيع، اذا هاي عفوا غورس، اذا 2 س تربيع بيساوي 500 ناقص 400 جتها تربيع. ها نحل السؤال. خلص مو الهدف اني اكون علاقه بين س وها. ما دام تكونت العلاقه بين س وها انتهى السؤال. استوانة دائرية قائمة مغلقة نصف قطرها نون قاف وارتفاعها عين وحجمها 4 با باي. جد نصف قطر قاعة الاسطوانة وارتفاعها، لذلك جعلاني مساحة سطحها الكلي أقل ما يمكن. طيب إيش مساحة السطح الكلي للاسطوانة؟ من مين عم بيعرفوا؟ هاي بس حفظ قانون ترى. قاعتين وجانب، المساحة الجانبية والقاعتين. ممتاز. طيب إيش المساحة الجانبية؟ محيط القاعدة في الارتفاع. بالضبط اللي هي 2 باي 2 باي نون قاف في عين، هاي اللي هي المساحة الجانبية، زائد 2 باي نون قاف تربيع. بس خلص هذا هو هاي المعلومة. والحجم عندك اللي هو شو هو الحجم؟ اللي هو باي نون قاف تربيع عين. خلص هاي طلعنا علاقة بين عين ونون قاف، انتهى السؤال. أيوة. يلا ان شاء الله بيجوكوا اشي زي هيك. طب سحطه باء هون، شو باء هاي؟ عادي خليها باء ثابت. يعني شو يعني باء؟ يعني بتخوفك باء؟ خليها باء، بظلك طول ما بتحل بظلك تحط باء. ما في مشكلة، يعني خليها باء موجودة، ظلك شغال عليها. اوكي ماشي. اذا اعطاك اياها قيمة حط قيمة، مو مرات بحطوا لكم اياها هيك عشان يلخبطوكم بس. طيب يا شباب خلينا نروح المستعد للصلاة وندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقكم. أنتوا أي ساعة بكم تطلعوا يوم الأحد على الامتحان؟ على 10. كويس. إذا بدكم يوم الأحد الصبح أشبك معاكم بشبك، إذا حدا عنده سؤال إيش هيك يعني أو شغل تطمين، يعني شغل تطمين. يا ريت. خلاص خلاص الساعة الأحد الساعة قديش؟ 9 صبح. على 9 ولا بدري؟ بدري بدري بدري. بعد الفجر. أحيري. عشان تكونوا مصليين بعد الفجر، تكونوا مصليين بعد الفجر وذاكرين الله، واللي بيكون عامل قيام ليل بيكون احسن واحسن. بس انا نصيحه، ناموا كويس، ناموا بدري، ما حد يسهر. السهر ترى مشكلته مشكله. يعني احكي لكم قصه صارت مع مين؟ مع ابن خالتي. يوم امتحان كيمياء لما كنا احنا توجيهي، هذا الحكي 1980، ظلوا سهران طول الليل يدرس كيمياء، كنا في الكويت هذا الحكي. راح الصبح هناك حر، كنا نقدم مره واحده بالسنه
لما رحنا على الامتحان، اي ساعه الامتحان ببلش؟ كان 7:30 الصبح. تعرف شو صار معاه في الامتحان؟ نام نعوس، بقول ولا عارف اقرا كلمه من الامتحان. يا الله. طبعا لانه تخيل واحد طول الليل سهران، ضربته الشمس حر، شو سوى؟ نعس خلص سطل. طب هذا كيف بده يقرا؟ نفس الشيء الرياضيات اذا ما كنت نايم كويس وماخذ حاجتك من النوم وعينك مفتحه مظبوط، زي ما بقول لكم بصير تغلطوا زي الغلطات اللي بغلطنا انا. تعال جمع وطرح، واقول لك ممكن يجيك السؤال مباشر وانت شو حاطط في راسك انه هذا فيه فكره، اكيد فيه ترك، وبطلع لا فيه ترك ولا فيه اشي، وبصير تخبص. ما هو ليش بتخبص؟ لانك انت مش مرتاح، جسمك يعني مش ماخذ حقه من النوم ومن الراحه، وبصير توتر. لكن اذا بتقوم يعني مثلا صحيتك على الفجر كويس، نايم بالليل يعني مثلا الساعه 9 تكون طافي خلص، ولا تقعد تحلم في الرياضيات، قوم يا سيدي على قبل الفجر بنص ساعه، توضى وصلي، وروح صلي الفجر واذكر الله، قرا لك صفحتين قران، وبعدين قلب الورق، بس قلب، بنقعد معاك الحصة هاي بعد الفجر، نوع تطميني يعني، بس بعدين روح اغفالك ساعة، بس ساعة بتقوم نشيط بشكل مو طبيعي، بتروح على الامتحان بتكون مصحصح. لأنه إذا واحد سهر طول الليل لا، ما هو هي يا سيدي، إيش اللي بده خوفك؟ أنا بدي أسألك إيش اللي بده خوفك؟ انت دراسي ودرست، يعني يجينا سؤال فكرته بعيدة عن، وبلكي ما اجاش، يلا لا ساعرفها وبلكي ما اجاش، شو عرفك طيب انه بدي يجي ولا ما بدي يجي؟ مش عارف. طيب اقول لك، حطي في بالك من هالسعيات، هذا السؤال كم علامة عليه؟ 10 علامات، مليح هيك؟ قولي انا ما بدي احله، ادخلي على الامتحان بنفسية انه هذا السؤال لو اجاني شو بدي اسوي فيه؟ بدي الغيه، بديش احله. طيب ال 140 علامة الباقيات بتقدر تحليهن؟ ان شاء الله يعني، ان شاء الله. خلص اذا يا ستي حل ال 140 علامة ونسيلي العلامة هاي، انا مسامحك فيها بس تحل ال 140 بس تخلص ال 140 بتحل العشرة هذه ان شاء الله، بتحليهن كلهن. بس انت هيات وانت زي قاعد بتطلعي بس على الاشي اللي بوترك، لا تطلعي على اللي بوترك، اطلعي على اللي ما بوترك. طب هو الامتحان كله بده يجي صعب؟ لا طبعا، 85% منه الى 90% راح يجي من اللي درستي ومن المباشر، يعني للطالب المتوسط اللي انتم مستواكم ما شاء الله مبين كويس ان شاء الله. شو بيضل عليكم هالسعيات؟ بيظل عليكم بس انه في الامتحان، لحظة الامتحان ما تتوتروش، وادخل باعصاب حديد. ليش تخاف؟ من ايش خايف؟ انا بخاف وانت لما اكون مش دارس، او لما اكون يعني دارس كثير واوفر، وبظلني بس اتفرج على المتطرفات، الاسئله المتطرفه. لا يا اخي، ما هو الامتحان بيجيش كله اسئله متطرفه، بالعكس بيجوز بيجي اسئله عاديه. شوفوا امتحانات التوجيه السابق، عشان هيك بقول لكم حلوا بس امتحانات التوجيه، تفرجوا على المستوى اللي بيجي. شوف انت لما تجربي حالك في الامتحانات، كم سؤال بيعلق معاكي وانت بتحلي بالامتحان؟ هسا بتقولي ما هو مرق عليه فكرته، طب ما هو في الامتحان بتاع الوزاره راح يمرق عليك فكرته. زيه زيه. بس في اسئله عن جد يعني خفت لما شفتها. عادي. الوزارة. عشان تخافي عشان تدرسي. يعني زي الحوض هذا اللي قبل شوي حليته اللي فيه ماي، الورق بالوزاره والله، اجاني بالوزاره بعد طول الامتحان ما فكرت فيه. لا ما تحليهوش، شايفه هاي غلطه. هذا السؤال مثلا اذا اجاكي وشفتي فكرته غريبه عليك اتركيه ايش؟ مؤقتا. اجمعي كل العلامه بالاول، حل الباقي، خلص الماده كلها، ارجعي له، روقي عليه، ما راح تاخذي فيه صفر.
راح تجمعي منه على الأقل 4-5 علامات بالقوانين بالأشياء. هذا إذا ما حليتيهوش، هذا إذا ما أجت ببالك فكرته. لكن إذا اهتديتي عليه يعني وأعصابك كانت هادية، بمعنى أنه أنا كنت مطمئن أني مخلص الامتحان، هاي ديروا بالكم ترى الكنترول على الزمن هو المشكلة. فمن هسه تدربوا على الزمن، تدربوا أنه أنا خلال ساعتين بخلص الامتحان. وكم مرة بدك تتدرب عليها؟ عيدة 3-4 مرات، ما تسويها مرة واحدة تقولي والله ما نتدربت. ولا اللي بيعملوا مراجعة قال الوحدة الأولى لحال، الوحدة الثانية لحال، خلصنا من الوحدة الأولى لحال، الوحدة الثانية لحال. أنا بدي إياك تمسك الامتحان كله هيك شيلة واحدة، وبساعتين تكون مخلص، وتكتب كتابي كاملة، تشوف وين أنت راح تعلق. معلش أنت هسه تدرب علق اليوم وبكرة، علق في الامتحان بتمشي أمورك إن شاء الله. يلا بتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله. مشكور. الأحد أصلي. الأحد خلاص بعد الفجر. خلاص تمام. بودي لكم لينك، خلاص بودي لكم لينك إن شاء الله. يعني هي تطمين بس، شغل تطمين. إذا حدا عنده سؤال هيك طاير بنجاوبه عليه. تمام شكرا لك. يلا أهلا وسهلا. يلا مع السلامة.